السلام عليكم. محاضرة السبعة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Drug Induced Hepatotoxicity. يعني بنشوف في استخدام الدراجز especially for long term therapy أهم two organs affected by drugs are liver and kidney. الليفر بالذات بيبقى exposed to drugs in high concentrated form and even before metabolic inactivation and so on, وبالتالي بيبقى very, very vulnerable for drug toxicity in the liver which may be even fatal. وطبيعي مش كل الهيباتوتوكسيستي فورز بتبقى زي بعض، كل دراج بيعمل حاجة معينة، ودي أهمية الكلينيكال براكتس إن إحنا نشوف يا ترى أنهي نوع من الهيباتيك أفكشن باي سيرتن دراج، وإلا يبقى مشكلة كبيرة قد يفقد المريض حياته بسببها. أول حاجة بنشوف إيه هي الكريتيريا of drug-induced hepatotoxicity، يعني ايه لاند ماركس العلامات اللي تخص الهيباتوكسيستي لو هي caused by drugs، لان كتير جدا الطبيب ما بيبقاش عارف. اللي عين عنده جوندس انكريز ليفر انزيمز، وطبيعي العين بياخد ادويه سواء بالديزيز اللي هو بيتعالج او انذر ديزيز، فهنا بيبقى في ماتش كونفيوجن، وساعات بيختلط عند احسن الدكاتره ما بيعرفش يا ترى الهيباتو افكشن ده نتيجه الديزيز او نتيجه الدراج وهكذا. وطبعا المعرفه بتبقى يعني هي حياه المريض، يا كده يا كده. ايه بقى كريتير نمبر 1؟ انه هيباتو توكسيستي باي دراج can mimic all liver diseases. يعني ال presentation of hepatotoxicity by drugs دي ممكن بتظهر في أي صورة، fatty liver مثلا، الانزيم تزيد، even tumor، ودي مشكلتها. وبالتالي دايما لما يكون عندك أو suspicious liver disease أول سؤال لازم الطبيب يسألك إيه؟ يسألك إيه الأدوية اللي بتاخدها؟ لان مو اللي هي المحاضره دي بقى، لان لو في حاجه من المحاضره دي بتاخدها يبقى معناها بقى دي قصه مختلفه تماما، وهيتفرغ للدراج تريتمنت اوف جوندس واو. وعشان كده نمبر 2 كيرفول هيستوري اند انفستيجيشنز، يعني الدواء اللي انت بتاخده خدته من امتى، ويا ترى الاعراض الليفر افكشن دي جات لك بعده بقد ايه، او جات لك قبله او ويا ترى الهيستوري نفسها بتاعت الفاميلي، لان في حاجات بتيجي في الفاميلي هيستوري بوزيتيف مين لنتيجه الجينز ديفرنشيشن وهكذا. طيب لكن احنا عايزين كده تو ستارت ويز، مش طبعا في تيست لكل واحد زي ما هنشوف، لكن عايزين نشوف تيست كده سريع ويونيفورم عام يعني لكل الموضوع سواء للدياجنوزز او البروجنوزز. ما هو هذا التيست ده من ناحيه الدراج؟ وعلى فكره برضو في حاجات غير دراج بيبقى مهم جدا هذا التيست، اللي هو برثرومبين تايم. ايه حكايه البرثرومبين تايم ده؟ احنا عارفين الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز، ومن ضمنها البرثرومبين فاكتور 2، بيبقى ليها شورت هاف لايف، وبالتالي أي وظيفة تعتمد على الريزيرف مش هتبان فيها، مش هتتأثر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم نعرف إن 90% من our body function سواء الليفر الكيدني بتبقى ريزيرف، وبالتالي الإنسان لما بيفقد 10% من وظائفه في الليفر ولا هيبان حاجة، 20-30% برضه، لان عندك 90% ريزيرف وانت شغال ديورنج ريست بكام؟ ب 10% فقط. ولذلك ممكن تحاليل كتير قوي تعملها وتطلع نورمال وانت مش نورمال ولا حاجه، ده انت فقدت كتير من الليفر فانكشن وهكذا. وبالتالي انا بعتمد بقى ايه؟ بعتمد على تايم ديفاكتور، يعني اللي هو البرثرومبين تايم، اللي هو بيعتمد على انه بيأثر على الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز
اللي بتتغير التيرن اوفر سريع جدا، فيري شورت هاف لايف، وبالتالي لو بقت افكتد باي دراج او باي اني ديزيز هيحصل لها تاثير سريع ويظهر مع العيان بسرعه. وبالتالي مش بس البروثروبين تايم ده بيبقى يوزد فور ايرلي دايجنوزز اوف ياتروجينيك ليفر ديسفانكشن، ياتروجينيك يعني دراج انديوز، ولكن ايفن بروجنوستيك ان اكيوت اند كرونيك ليجنز. يعني ايه بروجنوستيك؟ يعني تنفعني فور فولو اب. ما انا دلوقتي لما العيان عرفت ان الدراج ده جاب له هيباتوك سيست طبعا بعمل وزدرو زي ما هتشوف بعد كده، لكن لازم اعالجه، فمحتاج بسرعه اشوف الريسبونس ده العيان ماشي صح ماشي غلط، اللي هو البروجنوزز بقى. ففي حالات البروجنوزز فولو اب بعتمد برضو على اهم واحد اللي هو البروثرومبين تايم، لانه ده تايم فاكتور سريع وبيعتمد على شورت اوف لايف اوف فيتامين كي ديبندنت كلوت فاكتورز زي كلوتينج فاكتورز وهكذا. نمبر فور، جينيتيك اند انفايرومنتال فاكتورز كونتريبيوت. دايما بناخد في اي كلينيكال هيستوري تيكينج الهيستوري اوف حاجتين، جينيتيك هيستوري يعني فاميلي هيستوري، نقول والدك والدتك جالهم ليفر افكشن بادويه قبل كده وهكذا، وبرضه بنشوف هنا الانفايرومنتال فاكتورز. يعني ايه؟ بيشرب سموكينج، في بوليوشن في الانفايرمنت سبيسيفيك بيتعرض لفيبرز معينه، في دايت معين بياكله وهكذا، لان في فاكتورز كتير جدا بتساعد على هيباتوتوكسيستي انديوست باي دراجز، وساعات هي اللي بتعملها انيشيشن ايه. دي حاجه. نمبر 5، انكريز ريسك ان اولد ايج. يبقى هنا في حاله الهيباتوكسيستي باي دراجز الخطوره بتاعتها، يعني يقول لك انا عندي ليفر افكشن باي دراج، انا حالتي خطيره هموت هعيش. هنا بنقول كل ما يكون البيشنت عنده اولد ايج بيكون هاير ريسك ليه. احنا قلنا الريزيرف ده موجود، بنتولد ب 90% من وظائفنا ليفر كيدني وهكذا، 90% ريزيرف يعني احتياطي كبير، وبالتالي الانسان ممكن يعيش بربع كيدني يعني 2 من 2 كيدنز يعني 10% وهكذا. لكن الريزيرف ده يا ترى موجود طول العمر؟ لا، ده حوالي كده من سن 40 سنة. بقول حوالي يعني ايه؟ يعني حسب الشخص، محافظ على نفسه، بياكل كويس، ما بيعملش سموكينج، بينام نوم صحي، بيلعب رياضة، الحاجات دي كلها الريزيرف ده بيحافظ عليه، وبتفرق جامد. يمكن 2 في سن 1 يظهر واحد فيهم كأنه أكبر ب20 سنة وأكتر ساعات، وصحته ببهدلة وهكذا. ليه بقى؟ عشان هذا الريزيرف، لأن بعد سن 40 تقريبا حسب قلنا الفاكتور كلها، كل سنة الإنسان بيفقد 0.5% of his body reserve. يبقى البودي فانكشن اللي هي ريزيرف 90%، يعني أغلب الفانكشن دي كل سنة بتفقد 0.5% منها تقريبا. يعني طبعا هي مش 0.5، قلت لك افريج، ممكن 0.6 0.7 لو هو مش بيحافظ على نفسه، بيشرب مكيفات وسجاير وبينامش واكل وحش على طول دليفري وبياكل سمن وحلويات والكلام ده كله. والعكس يمكن ال 0.5 تبقى 0.3، يعني ما يفقدش من الريزيرف على مر السنوات كتير، لكن في الافريج every year after 40 years of age بيحصل 0.5% reduction in our body reserve. فدي مشكلة. يبقى معنى كده ان هو في الاولد ايج عنده 60 70 سنة، طب ما هو عنده اوريدي ريزيرف بسيط، وبالتالي اي drug induced liver damage هيبقى markedly affecting his life even. نمرة 6، أول حاجة withdrawal is the main treatment. أنا بقى عرفت إنه هو الدواء هو سبب، يبقى أول حاجة أمنع الدواء على طول قبل ما يزود من المانيفستيشنز بتاعته. نمرة اللي بعدها، drugs should be totally excreted by kidney.
يعني هنا انا مش هسحبه واسيب العيان يموت من المرض الاصلي، انا بشوف له بديل. لكن البديل ده يستخسن يكون لايبوفوبيك. يعني ايه لايبوفوبيك؟ يعني توتالي اكسكريتد باي كيدني، ما هو اللي عدي حاجه يعدي كل ده حاجه، والعكس. هنا هو الليفر مشكله، يبقى مش عايز لايبوفيليك دراج، لان لايبوفيليك دراج هيحتاج للليفر فور ميتابوليز وهكذا، وبالتالي يزود الهيباتوتوكسيستي. يبقى استبدل اللايبوفيليك دراج بلايبوفوبيك دراج. نمبر 8 الرياكشن اونس، دي مهمه جدا. انه هو يعني برضو لانك انت بتشوف العيان ده يا ترى ده ليفر ديزيز من الديزيز نفسه ولا من الدراج الهيباتيك افكشن. ده الانست غالبا بتتراوح من 5 days to 3 months. ده الانست يعني ممكن يقعد 3 اشهر ولسه ما ظهرش. فانت بتشوف بقى الهيستوري اوف بريفيوس دراج انتيك، هل في خلال هذا الرينج 5 days to 3 months يبقى في احتمال اكبر. ولو ان ساعات بنشوف يعني شفت في حالات كتير جدا كلينيكالي بتبقى ساعات اقل من 5 days even. لكن ده في الافريج بيبقى في اغلب الحالات بيظهر بعد 5 days. طب اشمعنى بالزي؟ ما هو لو كانت دوز ديبندنت او ديوريشن ديبندنت هتظهر، يعني مش اول جرعه من اول يوم هتعمل الافكت، غالبا هتبقى ايه؟ هتظهر بعد فتره 5 ايام مثلا، يكون مثلا الكيومولاتيف اكشن ظهر في التشو، خصوصا ان عندنا 90% ريزيرف. فلما دراج يبقى ستيك تو هيباتوسايتس والكانيكيولاو يبقى سكريتد و في الليفر برضو احيانا، والبورتر سيركيليشن والكلام ده كله يترسب فيها، الكلام ده بياخد غالبا 5 دايز. وحتى لو كان الكوز اليرجيك، الانتي بودي رياكشن بالتدريج بتزيد وبالتالي بتعمل افكت افتر 5 دايز. طيب نمبر 9 كورس افتر سيسيشن. احنا قلنا اول حاجه بنقول وقف الدواء، او العيان يكون اوريدي وقف الدواء، مش لازم ان الدواء عمل له ليفر افكشن، ممكن خف، ممكن ما خفش خالص وبالتالي الدواء اتغير، لكن ممكن الدراج يكون برضه لسه مفعوله موجود. فدايما بنعرف انه بعد الدراج سيسيشن الى متى هيظل مفعوله موجود على الليفر. في حاله الهباتوسيلر دامج بيبقى في خلال 2 ويكس، لانه بيكون دايركت هيباتيك افكشن. فلما ببطل الدواء غالبا في خلال اسبوعين المانيفستيشنز بترجع نورمال تاني. اما في خلال الكوليستاتيك جوندس مثلا فده يمكن يقعد شهر، يعني 4 ويكس عشان يخف. ليه بقى؟ لان في حاله الكوليستيزز بيكون مثلا اديما ان بايل كانالكيولاي، وبالتالي بتعمل بريشر على الهباتوسايتس فبتعمل دامج اندايركت، وطبعا في اديما وهكذا. الحاجات دي عشان تخف بعد ما وقف الدواء بتاخد وقت عشان الإديما سبسايدز والكوليستيزز يحصلوا ريجريشن، ده بياخد أحيانا لمدة طويلة. ومش بس كده، ده مش لازم بس الكوليستيزز يروح، ده بعد ما الكوليستيزز يحصلوا ريجريشن يخف، يعني لازم كمان الهباتوسايز يحصل لها ريكفري فروم ذيس اوبستراكشن أراوند. يعني ما استعجل، مش قبل ده العام بقاله 5 ايام 10 ايام بطل الدواء ولسه الجوندس موجود مش منه، لا ده ممكن يقعد شهر لسه الكوليستيزز موجود وعنده الجوندس ما زال موجودة. نمرة 10 reaction after re-administration. يعني لو هو كان الدواء ده خده قبل كده فترات، ممكن خدوا اسبوع اسبوعين ثلاثه وبطلوا، يا اما لانه خف من الديزيز اللي بيتعالج منه، يا اما جاله توكسيستي او شك فغيروا. هنا بقى بتكون السرعه اكتر بكتير،
يعني غالبا. ليه بقى بتكون اكتر؟ لان اوريدي حصل تيشو دامج، سواء هيباتوسيلولار في الليفر سيلز نفسها او كوليستيزس في البايل كانيكيولاي. فهنا العمليه قد تسرع الى 1 دي، يعني ممكن من اول يوم يظهر الهيباتو سيلولار اكشن ليفر دامج اب تو 2 ويكس، وممكن 2 ويكس. ليه؟ لان اوريدي الليفر كان بريفيوسلي افكتد، حصل اوريدي دامج، حصل له اوريدي كيوموليشنز اوف ذا دراج انسايد او رياكشن، وهنا سهل ان هو بروجريسيف. وفي حاله الكوليستيزيس ايفن برضو 1 دي، ممكن حتى مش لازم يكون دايركت افكشن، ممكن هايبر ستيف رياكشن، الانجين بودي انتيجين انتي بودي رياكشن حصلت من شهر، من شهرين، من اسبوعين، ثلاثه، وما فيهاش مشكله، ما عملتش حاجه لسه، لان لازم الانتي بودي يوصل تو اسيرتن تتر اسيرتن ليفل. طبيعي بعد ما وقفت فتره الانجين انتي بودي رياكشن حصلت بعدها لفتره، فمن اول يوم بقى ممكن الانجين انتي بودي رياكشن تبقى مانيفيستد ان ليفر افكشن. يبقى ده مهم جدا. يبقى دي ال 10 كرايتيريا انديكاتيف او فيري امبورتنت ان دراج انديوسد هيباتوتوكسيستي. يبقى دي مؤشر خطير جدا للعيان عنده ليفر دامج باي دراج. ايه بقى الميكانيزم؟ نمبر 1 دوز اور ديوريشن ديبندنت. كل ما العيان بياخد دراج خصوصا لو كان لايبوفيليك، هذا الدراج بيبقى يعمل انزيم افكشن، بيعمل بايندنج للهيباتوسايتس، وبالتالي كل الدوز دي ما تكون اكتر هيحصل مور سيلولار دامج، ولو اتكرر كتير بقى اسبوع اسبوعين اكتر وهكذا، هيبقى العمليه دي كيوموليتيف وتظهر بعد فتره اكتر. طيب يبقى ده دوز اور ديوريشن ديبندنت. نمبر 2 لا بقى، دي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يا اما الدراج نفسه يا اما الرياكتيف ميتابولايت بتاعه بيتصرف as antigenic وبالتالي يعمل antibodies، و on repeated administration يحصل antigen antibody reactions وبالتالي liver affection. وده على فكرة يعني الالرجي هنا مش لازم تكون acute anaphylactic، ده ممكن تكون في انواع تانية زي مثلا type 3 اللي هو serum sickness، ممكن الاميون كومبلكسس تتكون في الليفر بعد فترات وهكذا. انجل انتي بودي اكشن يبقى مش لازم تبقى اكيوت، ممكن تكون سب كرونيك وهكذا. طيب وهنا بنقول ان الدراج نفسه بيكون صغير سمول موليكولار ويت، فغالبا مش هو اللي هيبقى انتيجينيك، الانجل لازم يكون لارج موليكولار ويت و وبالتالي احيانا الدراج لما بنديه خصوصا فتره طويله بيتحد مع سم تيشو كومبوننتس، اي تيشو كومبوننت، سيل ممبرين، مش اي حاجه. اتحاد الدراج اللي هو الصغير ده، لان الدراج معروف حتى انه مايكرو موليكيول صغير، يعني ما هواش غالبا انتيجينيك، لما بيتحد مع سيرتن تيشو كومبوننتس بيبقى لارجر ان موليكولار ويت، وبالتالي ممكن behaves as antigenic ويعمل لي antibodies وهكذا، وزي ما هنشوف بعد كده. نمبر 3 idiosyncrasy. الidiosyncratic reaction اللي هي بتبقى كالقاعدة العامة في drugs بتبقى rare وبتبقى occurring in few cases وبتبقى very abnormal reactions يمكن ما بتشخصهاش كتير و unexpected، إلا هنا بقى في الحالة دي غريبة جدا في liver affection by drugs، ده لدرجة إنها الكومونست بقى. يبقى idiosyncratic يعني بتبقى acquired rare reaction unusual reaction، بتبقى even not quantitative لكن qualitative، يعني ده عمره بيعمل liver affection للناس حتى في large dose، يجي في بعض الناس بيعمل لهم liver affection، وعشان كده اسمه idiosyncrasy، يعني patient dependent
rather than dose or duration dependent، يعني qualitative rather than quantitative. ومن هنا اخترته ان انا مش متوقع ده دواء very innocent على الليفر، لكن لقيت في بعض المرضى بيعمل hepatic affection وقد يكون even rapid. وهنا بنقول بقى أهمية الفيز 4 clinical trials. احنا عارفين عشان الـ FDA الـ Food and Drug Administration تعترف بدواء لازم الدواء بيمر بمراحل آخرها فيز 3 اللي هو آخر فيز من clinical testing. يعني ايه clinical testing في 3 اللي هو بن drug trial on large number of patient. شوف كلمة كلمة وكل كلمة فيها مهمة. يبقى drug trial بجرب الدواء clinically يعني على patient مش animals خالص for a large number عدد كبير ألوف thousand of diseased patient لازم يكونوا مرضى مش normal volunteers. الله ده بياخد فترات طبعا عشان يبقى كويس. لكن بقى مع العصر الحديث والأمراض منتشرة والأدوية عايزة تبقى تطورها سريع والشركات عايزة تكسب وعايزة تلم الفلوس اللي صرفتها على الدواء، العام مستعجل والشركة مستعجلة والطبيب مستعجل، ففي العصر الحديث ظهرت كتير جدا بعد الفيث 3 clinical trial ده many problems، ومنها كتير قوي idiosyncrasy ومن ليفر بالذات زي بتاع النهاردة دي. فحتى أطلقوا عليها adverse effects of long latency. يعني adverse effects اللي ما ظهرتش كده في أول علم خده حتى بعد الشهور ده يمكن تظهر بعد سنوات طويلة وتظهر فجأة بعد السنين دي، حتى العالم ما يبطل الدواء يلاقي فجأة جاله كاس جاله كانسر جاله ليفر توكسيستي. ومن هنا كانت أهميتها. وبالتالي دلوقتي قرار جه من منظمات الصحة أو هيئات الصحة لمنظمات الصحة في كل دولة أوردر بقى إنها تعمل بوست ماركتينج ستاديز. يعني بوست ماركتينج يعني بعد الدواء ما نزل الأسواق خلاص واتباعه وكله الدكاترة وصفته سيف للمرضى، فبنقول المنظمات الصحية في كل الأدوية اعملوا لي ريبورت، خدوا ملاحظات من المرضى ومن العيانين ومن الصيادلة. يبقى من كل دول الدكاترة الصيادلة المرضى كلهم يعملوا ريبورت. الريبورت ده يقولوا لنا ايه المشاكل اللي حصلت لما خدوا الأدوية دي مع ان الأدوية دي معترف بيها. فطبعا كل دول سواء الأطباء أو المرضى أو الصيادلة بيوصلوا البعض في الآخر للشركات اللي بتنتج الدواء ده، والشركات بعد كده بتجمع كل الإحصائيات دي وتشوف تظهر بقى. وعشان كده في أدوية كتير جدا حديثا بدأوا يعملوا لها ريكولز أو وورنينج يعني إنذار أو إيفن وزدروال سحب للدواء إيفن أفتر ييرز أوف كونتينوس تريتمنت، منها لأنها بتعمل ليفر أفكشن وهكذا. يبقى ده فيز 4 اللي هو بوست ماركينج كلينيكال ترايلز. ده very important for discussing أو discovering of hepatotoxicity. نشوف بقى types of liver injury. هنا مهم جدا لأنه كل واحد بيختلف تماما في الدياجنوزز والبروجنوزز والتريتمنت عن التاني تماما. ايه بقى types of liver injury؟ number A mild increased liver enzyme ALT و AST اللي اسجبت اسجبت without manifestations، يعني دي اخف درجة. الاقي لما حلل الانزيمز دي اجد انها عالية والعين ما عندوش بقى لا جوندس ولا ويكنس ولا بين في الرايت هايبوكوندريك ريجن اللي هي منطقه الليفر ولا تندرنس ولا اي ولا اديب ولا اي مشاكل من ولا بينام مثلا
بالنهار ويصحى بالليل، ولا اي مشاكل من الليفر افكشن في هذا المريض، مجرد اجي احلل له اجد الانزيمز عاليه. لازم يعني نفهم يعني ايه عاليه. لو مثلا الانزيم دي تقريبا الرينج بتاعها بيبقى اقل من 40 تقريبا، يعني العيان لو لقيتها مثلا 25 30 تبقى عاليه ولا مش عاليه؟ طبعا لو قلت عاليه صفر، ولو قلت مش عاليه another zero. يبقى ايه بقى الفكره؟ يبقى قبل ما نبص لهذه الصفحه، واول ما لبسنا البلطو الابيض وبقينا اطباء وعرفنا ان في دراج ممكن يعمل هيباتوكسيستي، لازم قبل ما اوصف له الدواء اقول له يا عيان قبل ما تبدا الدواء ده اعمل لي بيز لاين فانكشن تيست، يعني حلل الاي ال تي بتاعتك والاي اس تي بتاعتك انت شخصيا عشان اعرف ايه النورمال بيز لاين بتاعك. يمكن النورمال بيز لاين بتاعه مش لغايه 40، يمكن 5 بس، وبالتالي هو عنده 10 15 يبقى عنده ليفر افكشن. زي بالظبط الحراره، انت واحد قاس حرارتك لقاها، او انت قست حرارة عيان لقيتها 37، ممكن تكون نورمال لو انت نورمال بتاعك 37، وممكن يكون النورمال بتاعك انت طبيعتك 36 و8 شرط، يعني زدت شرطتين، تبقى مصيبة. ليه؟ لان اللو جريد فيفر هي دايما بتبقى مصيبة، ممكن اوتو ايميون ديزيز مالجنسي تي بي كلها مصايب، لكن الهاي جريد فيفر بتبقى اكوت انفلاميشن فايرال هيخف ومفيش مشاكل. وبالتالي لازم دايما بعرف البيز لاين فانكشنز تيست، سواء التمبرشر ايفن الهارت ريت مثلا. طب انا اقول عن تاكيكارد ولا برادي كارد ازاي غير لما اعرف النورمال بتاعه قد ايه، وهكذا. يبقى اذا هشوف الليفر انزيمز كذا، اهم حاجه كلمه كذا دي، كذا دي هحفظها واكتبها. لكن اغلب الدكاتره للاسف بيصرفوا غلط، اغلب الدكاتره طبعا غلط. اول ما يحللوا لو هو عرف ان المفروض يتحلل الليفر انزيمز يحلله يلاقيه نورمال يقول خلاص خلي التحليل معاك مبروك انت نورمال، تبقى مصيبه، دي جريمه طبعا. وللاسف هي دي القاعده في اغلب الدكاتره للاسف. فامال ايه المهم؟ ده انا اقول له هذا الرقم النورمال حطه في جيبك، حافظ عليه، صوره كذا صوره. ليه بقى؟ عشان اعرف النورمال بتاعه كام. يمكن النورمال بتاعه 10، يمكن 20، يمكن 30 40. ايه اهميه الكلام ده؟ اهميته حاجتين. اول حاجه الدايجنوزس، لو لقيته اكتر من 3 اضعاف النورمال بتاعه لما بعد ما خد الدواء يبقى هنا ابطل الدواء. يعني مثلا لقيته كان مثلا 35 اي ال تي او اس 35، تعتبر عاليه بس هو نورمال كده، وانا عارف انه ما فيهوش ديزيز بقى ومحلل ما فيش مشاكل، يبقى ممكن لغايه الرقم لو بقى 100 ما فيش مشاكل ابدا بقى ساعتها من 100 ابدا اخد كير اللي هو 3 تايمز نورمال اهو. لكن لو كان النورمال بتاعه كان 10 يبقى لا، يبقى لو وصل 30 يبقى هنا في خطورة. يبقى التحليل ده البيز لاين بيبقى للدياجنوزز اند بروجنوزز اهو. الدياجنوز ان شفته اعلى وهكذا لغاية 3 اضعاف، ساعات بيقولوا ضعفين ونص، يعني مهم بكتير قوي 3 اضعاف، ساعتها يا اما ابطل الدواء او احيانا بقلل الدوز فقط. الكلام ده اكزامبل مع الستاتينز والاورال انتي دايابيتكس، ودي من اشهر الادويه اللي بتستخدم في الناس كلها فوق ال 40 50 سنه. ستاتينز عشان الهايبر كوليستريليميا، هايبر ليبيديميا، الحاجات دي كلها. يعني اغلب الناس كتير جدا بياخدوها، والانتي دايابيتك طبعا الناس كتير جدا عندها دايابيتس. وبالتالي انا ما اخافش، بس بشرط اعمل قلت عليه احلله في الاول واشوف الارقام دي اخبارها ايه. طبعا بيع كل ماده هتبقى الحاله اخطر بقى،
نمبر بي هيباتايتس اللي هي هيباتوسير يعني افكشن اوف ليفر سيلز. هنا ممكن بتكون في الاول اكيوت انفلاميشن او ايفن نكروزس. هنا زي اللي فات هيحصل انكريز ليفر انزايم. ما هو انكريز ليفر انزايم ده بما انديكاتيف اوف هيباتيك انجري اوف سيلز، يبقى الليفر انجري حصلت في السيلز وعشان كده زادت ال ALT او AST وعملت لي مانيفستيشنز بقى تندرنس في الليفر مثلا، بين في الرايت هايبوكوندريك ليجن، ممكن بالور، ممكن فاتيج، وهكذا ممكن ديسبيبسيا نتيجه كونجيشن الليفر وبالتالي باك بريشر في الاستومك وهكذا. طيب يبقى دي عرفناها انفلاميشن اكيوت او نكروزز. ايفن زي مين؟ اسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول واغلب الانالجيزك لايك اسبرين دايكلوفينيك. وهنا في مصيبه بقى في كل الكتب، ما هي الكتب كله بينقل من بعض ومش فاهم حاجه اللي مؤلف ده، فهتجد في كل كتب طبعا في كتب الفارماكولوجي يقول لك الاستايل قصدي اسيتامينوفين اللي هو باراسيتامول هو نفسه طبعا الدوز بتاعت توكسيك ارقام عاليه بالجرامز، ارقام جامده، لكن طبعا غلط الكلام ده، غلط. ده بيعتمد على فاكتورز كتير من ضمنها الريسز، يعني مثلا في الشرق الاوسط برضو الباراسيتامول توكسيستي بتحصل باي سمول دوزز فار فار بيلو الدوز المكتوبه في الكتب الفارماكولوجي، لا تقارن، وبالتالي قريت المكتوب هتبقى جريمه طبعا. يبقى هنا فيو تابلتس اوف باراسيتامول نسبيا لو اتكررت اوفر شورت بيريود ممكن بتعمل لي هذا الاكيوت هيباتوسيلولار دامج وهكذا. يبقى طبعا بقى في بريكوشنز لازم نراعي الاسبرين دايكلوفيناك اللي هو الفولترين، الحاجات دي كلها لو استخدمت ان لارج دوز especially in long term therapy بتبقى توكسيك طبعا على الليفر. ادي حاجه. نمبر 2 فالمننت، يعني نفس اللي فات حصل بس مور سيفير لدرجه ان هو عمل لي اكيوت ليفر فيلير او انكيفالوباسي. انا ما كتبتش اكزامبل، هي الاكزامبل اللي فاتت لو اديتها at larger doses and for longer time هتعمل لي بدل ما كانت اكيوت ومايلد لا هتعمل لي فالمننت، يعني ممكن العين يموت. طب هعرفها ازاي بقى؟ الاولانيه كانت انكريز ليفر انزايمز وبس، بس ما كانتش بدرجه جامده. دول بقى كاتب سهمين هايلي انكريز اي ال تي، او بقى كمان مش لازم كده ALT نسبته للالكلاين فوسفاتيز تبقى مور ذان 5، معناها ان في سيفير هيباتوسايت دامج، يعني العين ممكن يموت طبعا لان دي فالمننت، يعني ممكن فيت ويكون كان عشان بياخد باراسيتامول ولا اسبرين ولا فولترين او ادويه اخرى، بس دي من اشهر الحاجات اللي بتعمل كده وممكن يحتاج الى علاج رهيب وهكذا. او نشخصها مش بس بكده، ب very high او increase prothrombin time. ليه؟ لان قلنا ده timed test وبالتالي بتأثر بسرعة وبيبقى هنا 2+2 لفوق، يعني marked prolonged prothrombin time. number 3 بقى chronic بقى، يعني ايه بقى؟ الانزيمز والمانيفستيشن او واحدة منهم and or يعني بتزيد اكتر من 3 اشهر. 3 اشهر دايما بتكون معناها كرونيك، يعني يبقى العين لو الانزيم دي بس طبعا ما بتكونش عالية قوي، بتكون مايلد انكريز مش لازم عالية قوي، والاند اور هو طبعا ناقص كلمة اور واضح، يعني اند شرطة اور شرطة مانيفستيشن، نكتب اور طبعا قبل مانيفستيشن، لو استمرت اكتر من 3 اشهر تبقى كرونيك. دي بتبقى خطيرة بقى. زي مين؟ نحفظ بقى الأدوية دي، لأن مشكلة هتقعد تديها وتقعد شهور والعين ليفر بيبوظ وانت مش داري تبقى مصيبة.
زي الفينيتوين والفالبرويت، دول انتي ابليبتكس. بروبايل ثيروسيل انتي ثيرويد. الفا ميثايل دوبا ده في الهايبرتنشن. امين اميودارون ده انتي اريزميك اميودارون. وهالوثين. يبقى الادويه دي بالذات ناخد بالنا ان ما نديهاش فور لونج تيرم ثيرابي. نغير بقى ونعمل انتربتد كورسز، ندي سمولر دوزز، نشوف الليفر انزيمز على طول. هو ده التريتمنت. وهي دي اهميه المحاضره، محاضره فيري فيري امبورتنت طبعا. وبنقول مثلا اللي بين قوسين ده انا كاتبه على الاميدارون، كاتبه على الاميدارون از اكزامبل. ولان الاميدارون الهاف لايف بتاعته 56 يوم، يعني بتبقى الحكايه واضحه قوي فيه وبتبقى واضحه. لكن اللي كاتبه بين قوسين ده في اخر السطر ده قد ينطبق على اي دواء من دول، اللي هو سيريس وايفن افتر ستوبينج بيبقى موجود خلاص حصل كيوماتيف تيشو دامج، اند ايفن مي نيد ليفر ترانسبلانتيشن. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده مصيبه. يبقى ممكن بياخد دواء وهو مش مذاكر الفقره دي، او يعني مش مهتم بيها، لكارثة. وبالتالي يفضل يدي العيان الدواء شهر شهرين ثلاثة واكتر وهكذا، يدخل العيان الاخر بدل ما هو عنده ابليبسي مثلا واخد فينوتويد او فالبرويت او ثيروتوكسيكوزيس بياخد بروبايوثراسيل، او هايبرتنشن بياخد الفا مثل دوبا. يعني امراض سهل جدا علاجها بمية دواء. راح هو استمر على الدواء المعين على اساس ما ذكرش السلايدز دي، طبعا دي كارثه طبعا. نمبر سي، يبقى نمبر ايه كان مجرد فيري مايلد انزيمز بس زادت من غير مانيفستيشنز، وكانت الافكشن في السيلز نفسها. نمبر بي لا، ده فيه هيباتوسير افكشن، وده ممكن يكون عمل طبعا مانيفستيشنز مش بس انكريز ليفر انزيمز، وممكن يبقى أكيوت مايلد أو إيفن أكيوت فالمينيتنج، يعني موت العيان. وممكن يحتاج إيفن بعد الكرونيك أفكشن إلى ليفر ترانسبلانتيشن. نشوف بقى نمبر سي، كوليستيزيس بقى، يعني كوليستاتيك جوندس. الكوليستيزيس بنشخصه، أهم لازم نشخصه. أنا معالج بعالج، وظيفتي وانا بعالج اني اتجنب دراج توكسيستي، من تخصص بقى مش هيروح دكتور تاني يشخص له الامراض اللي الدواء عاملها. الطبيب هو المسؤول عن الدراج انديوز ليفر ديزيز طبعا زي اي ديزيز تاني. يبقى في ثلاث تحاليل، البلروبين ذات، الالكالاين فوسفاتيز، او جي جي تي جاما جلوتاميل ترانس امينيز افريز. ايه بقى الانزيم دي؟ هي للاسف الناس اللي بيعملوا اغلبهم بالروبن، اي كلام. البروبن ده عشان يتاثر عايز العين يكون سيفير الافكتد. الكلاين فوسفاتيز برضه مش قوي، ما هياش سبيسيفيك، دي بتتاثر بالبون مش عارف بروستات، يعني ليها اسباب اخرى وبتبقى ما هياش سؤال. لكن اهم تيست بقى جي جي تي. الجي جي تي ده للأسف ما بشوفوش كتير الدكاترة بتكتبه، ما عرفش ليه، جهل وكسل وكله بقى، ومش موجود في أغلب الكتب كاختبار في الموضوع ده بالذات. لكن هو the most important test for diagnosis of drug-induced cholestasis. مش بس كده، دايما في كده ناس تحب تدور على البروجنوزز وتقول لك يا ترى انا المرض ده او الدواء ده هيموتني بسرعه ولا. فمن حاجات زي مثلا السيري اكتف بروتينز بتدلك على مستقبلك الطبي والحياه بالذات. الجي جي تي نفس الكلام، لو لقيت الجي جي تي عالي قوي ازعل قوي، عمرك هيتقصف بدري غالبا لو انت ما لحقتش نفسك. يبقى من حاجات في تيست كده لما بنقيسها ونجد انها
عالية بنزعل على عمرنا كمان. العمر مقصوف اللي هو جيجتي. ازاي يصير اكتر روتين؟ لو علت اول حاجات دي بتبقى نكد. وبالتالي عن بيبقى لازم بقى نقول له الحق لم نفسك بسرعة بقى، لان ممكن يكون سبب يتعالج بسهولة، او الدراج لو وقفته ويخلص ويعيش 20 سنة 30 سنة فيش مشكلة. لكن لو هو مش مذكر السطر ده ضاع عمره خلاص. If more than 3 months زي برضو الهباتو سيلولار دامج، لو قعدنا 3 اشهر اصبحت الحالة كرونيك وهتبقى اصعب في العلاج. ايه بقى اسباب الكوليستيزز؟ الاسباب كتيرة ويمكن ادوية كتير ما خدتوهاش وصعبة وكده، فهكتفي هنا كاكزامبل مهمة جدا في الفقرة دي بالذات، هي والفقرة اللي جاية باللي تحته خط underlined drugs، هي دي بس اللي تحفظها، اللي هو الانتي ابليبتكس بصفة عامة مش لازم از اغلبها بتعمل كوليستاتيك جوندس، استراديول اللي هو استرين، وطبعا هو موجود في الاورال كونتراسيبتيفز لانها فيها استراديول، اندروجين انابوليك استرويد. الله، طب ما الاربعه دول بضربهم بكلمه اللي هو ايه، استرويد سكس هرمون، يبقى كاني مش خفصت كلمه بدل اربع كلمات، يبقى سكس هرمونز، قلت سكس هرمونز سواء في ميل او ميل، يبقى بما قلنا قلت سكس هرمونز يبقى ممكن الاربع كلمات دول مش محتاجه اقراها، اللي استراديول اورال كونتراسيبتس ما فيها برضو استراديول استروجين يعني، والاندروجينز والمشتق او ريتد ليها انابوليك استرويدز. اللي بعد كده كاربيمازول، حاطط علامة استفهام انك مش لازم تحفظ الاسماء دي كلها، لكن لو انت بتاخد دواء منهم تدور عليه وتشوفه لو لقيت فيه مشكله. طيب، وخصوص الادويه دي بتستخدم غالبا فور لونج تيرم ثيرابي، فلازم ناخد بالنا من العلاج. وممكن على فكره يقعد في الاول ما يجلوش افكشن للليفر وبعد كده. طيب، نمره دي بقى فاتي ليفر اللي هي استيازز، استياتوزز استياتو يعني فات، اوز يعني استاجنيشن، يعني استاجنيشن اوف فات فاتي ليفر with or without hepatitis، يعني سواء الفات ده اتحوش inside liver سواء اثر ولا ما اثرش بانفلاميشن inside liver cells، يبقى ممكن الفات يبقى موجود لوحده stored in hepatocytes، او ممكن يوجد موجود associated with inflammatory reactions، وبالتالي ممكن يكون في even mild increase liver enzymes أو ALT/AST، and even نتيجة إن هو عمل affection liver وفات increase هيعمل enlarged liver، وممكن بالتالي يؤدي إلى liver cirrhosis أو acute liver failure even. يبقى في chronic complications زي cirrhosis، acute complication، acute liver failure. وإحنا عارفين في العصر الحديث بنبص في السنوات الأخيرة بنبص الفاتي ليفر نظرة وحشة. زمان كان لما الطبيب بيشخص فاتي ليفر كان بيقول للعيان مبروك، ده انت عندك شوية دهون على الكلى ومجرد تمنع الدهنيات هتخف. طبعا الكلام ده كله كلام غلط. اولا ما هيش نتيجة الدهنيات اساسا، ممكن نتيجة الشوجر سيمبل شوجر بتتحول بعد كده في الجسم الى اندوجينس فورم ترايجلسرايدز وهكذا، وكوليسترول، يبقى مش لازم تكون فات، وممكن تكون باي دراجز وبتبقى ايفن الون، يعني هي اللي زمان كان مخبيها الهيباتايتس فيروس سي وكده، لانه الفيروس سي كانت بتبقى او فيروس بي او حتى ايه في الاكيوت وهكذا كانت بتعمل مور افكشن لو العيان عنده ان هيلثي ليفر، يعني عنده فاتي ليفر، فكان الدكتور لما يشوف وجود فاتي ليفر ما بيتخضش. ليه؟ لانه شايف المصيبه اللي جنبها اللي هي فايرال هيباتايتس دي. لكن دلوقتي لما الهيباتايتس بقت خفت وبقت سهله علاجها وقلت قوي نسبتها عن زمان،
فبقينا نشوف ناس كتير قوي عندها فات ليفر من غير فيرال هيباتايتس. فلقينا عنهم دول بتحصل مشاكل السيروزز والاكيوت ليفر فيلير فيري كومن، وبالتالي بنحترس جدا دلوقتي لو الدراج او غير الدراج عمل فاتي ليفر. طبعا بنعرفها باي الترا سونوجرافي، مش لازم ليفر انزيمز، ممكن ليفر انزيم ما هياش ماركتلي اليفيتد. نشوف بقى ال نمبر ايه بقى سيروزز بقى اللي فات كله ما عدا طبعا في الاول، يعني الاول نمبر ايه كانت مجرد ليفر انزيم زايده او مجرد اكيوت ليجن في الليفر. لكن بقى بي بقى لما اللي هي لما في هباتو سيلور دامج وبقى كرونيك قعد 3 مانثس، او في نمبر بقى سي او دي يعني حصل كوليستازيس كوليستاتيك جوندس اللي هي سي، او دي اللي هو فاتي ليفر زي ما قلنا. الحاجات دي كلها لما بتبقى كرونيك برولونجت مور ذان 3 مانثس اند سو اون دي بتعمل لي سيروزز. دخلنا في الخطوره بقى والريفرسبل ليفر دامج، كل ما ده العمليه اخطر. مين اشهر حاجات بتعمل الحاجات دي؟ اميودارون اللي قلنا عليه انتي اريزميك واللي خدناه في السين في اس اس برود سبيكترال انتي اريزميك، وكنت محدد معاكو انه بيأثر على الليفر لما كنت اعمل لكم ادويه كتير جدا في واللي عليها كيف صفحه واحده. طبعا صفحه فيها كل حاجه على الموضوع، هتلاقي في الصفحه دي تبع الاميودارون ليفر او هيباتايتس. طيب الفا ميثايل دوبل نفس الكلام، وميزوتريكسيد. هو الميزوتريكسيد ده اكيد عارفينه، هو كان زمان مشهور فقط as immunosuppressant and as anti-cancer في المالجنسي، لكن طبعا دلوقتي سمعته كتير جدا في autoimmune diseases زي rheumatoid arthritis بيبقى very commonly used، وبالتالي بنخاف من السيروز اكتر لانه في الروماتويد بيستخدم low doses but for long term therapy. فهنا في الميثريكسيت بناخد بالنا من السيروزز during follow up of rheumatoid arthritis treatment. طيب number 4 granuloma. Granuloma is an action بيحصل في الليفر by phenytoin and allopurinol. Allopurinol ده بيستخدم in chronic gout، خدتوه طبعا السنة فاتت. آخر حاجة tumors، الله، يعني even malignancy ممكن يبقى caused by drugs زي sex hormones and oral contraceptives. نعرفين في حاجة مشهورة اسمها hormone dependent malignancy زي بيحصل الكونتراسيبتيف وزي sex hormones الاندروجين، يعني كلمة sex hormones بتشمل male and female. وكلنا عارفين الناس الرياضيين بتوع بالذات الألعاب العنيفة، الملاكمة، المصارعة، رفع الأثقال، كمال الأجسام، في منهم المحترفين بالذات بياخدوا anabolic steroids اللي هي related للأندروجين اللي هي sex hormone related، فكتير منهم بيموتوا حتى من الهيباتيك malignancy. ودايما الرياضيين اللي لعبوا رياضة عنيفة بنحذرهم من حاجتين أساسيين: liver affection، ليفر بيوصل الى تيومر. طبعا قلنا في الاول ممكن تظهر ايرلي ليفر توكسيستي ولكن قد تصل الى تيومرز. وبنحذرهم من الحاجه الثانيه انفيرتيليتي، بيقل عندهم السبيرمز فما يخلفوش، يبقى بطل العالم في كمال الاجسام رفع الاثقال في المصارعه وما بيخلفش، فدي مشكله لازم يعملوا تحاليل وهكذا. ده ساعات لانهم بياخدوا النشطات دي كلها اللي هي اندروجين دي وانابوليك سترويدز بيجي لهم ازوسبيرميا، تيجي تحلله ما تلاقيش عنده سبيرم واحد، فدي مشكله طبعا. يبقى هنا الحالات اللي في الاول اللي هي قلنا بعضها نمبر اي بنشخصها بليفر انزيم بس طول ما يعني بيتعالج ولازم تحليل باستمرار. نمره 2 كان فيه الهيباتايتس
برضو الانزيمز، ومعاها بنشوف المانيفستيشنز في نمرة سي كان اللي هي كوليستيزيس بقى. دي بقى كان فاتي ليفر، وهنا سيروزس جرانيلوما اوف تيومرز. من دي الى جي بنشخصها طبعا باي ابدومينال الترا سونوجرافي بالسونار، لان السونار هو اللي هيبين لي الصوره يا ترى في تيومر، يا ترى في هيباتوستيزز، يا ترى في إديمة في البايل كانيوكيلاي، يا ترى في سيروزز. يبقى بنعمل الترا سونوجرافي. طيب نشوف بقى هيباتيك انسفالوباسي. يبقى دلوقتي خلصنا الموضوع ده وعرفنا ايه التايبز اوف ليجن وبيختلف حسب العلاج. طبعا اخطر ديزيز في ليفر افكشن هو هيباتيك انسفالوباسي، لانه بيكون اكيوت ورابد لفيتر. لو انا ما خدتش بالي بسرعه هيموت مني على طول في ثانيه، سواء باي دراجز او باي ديزيز تانيه. ايه الميكانيزم بقى؟ نشوف كده. برضو افكركم لما شرحت المحاضره اللي فاتت لاكتيولوز. اللاكتيولوز ده قلنا انتي لحمه دراج. قلت لكم العينين بيموتوا غالبا اللي عندهم ليفر افكشن دول بانه كل بروتين كتير. البروتين الكتير ده لما كله تحول الى امونيا. الامونيا دي راحت الليفر لقيته ديزيز، ديابيتك ديزيز، ما عرفش يحولها الى يوريا، ففضلت الامونيا زي ما هي، راحت سيستميك سيركوليشن الليفر. الليفر بقى ما يستحملش الامونيا، بتعمل له اديمه، لوس اوف فانكشن، سايكوتيك رياكشن وهكذا. طيب يبقى الحل ايه بقى مبدئيا كده؟ انا مش عايز البروتين، ما ياكلش اكل بروتينات كتير، ومش عايز البكتيريا، عشان البكتيريا هي اللي بتكون الامونيا من البروتين بايوريز جلوتامينيز اهو. دي مشكله. نشوف بقى الكلام ده. يبقى الميكانيزم اوف هيباتو سيباتيك انكفالوباسي، وعلى فكره خلاص فاضل صفحه على المحاضره، الصفحه اللي جايه وخلاص، يعني قلت لكم صفحات بسيطه واغلبها كلها شرح، لكن الورق بسيط. ونفس الكلام المحاضره اللي جايه لاخر محاضره ان شاء الله في الدايجستيف سيستم هتبقى يمكن نفس حجم الصفحه ديت، حجم صغير يعني، لكن عايزه تركيز جامد ونحفظ الصفحه دي، لان هنعكسها، هيطلع المحاضره اللي جايه هتبقى عكس المحاضره دي. ايه بقى الميكانيزم؟ اهو قلناها، الجاد بكتيريا اكت اون دايتري بروتين، بتشتغل على البطه ولا الفرخه ولا اللحمه الضاني كتير. بروديوس البكتيريا دي قلنا فيها ايه؟ يوريز، بيحول البروتينز انتو امونيا، ادي واحده. او جلوتامينيز، بيحول جلوتامين اللي هو امينو اسيد يعني بروتين انتو جلوتاميت زائد امونيا، اخرتها ايه؟ امونيا اللي قلنا وحشه. نورمالي الامونيا بتتحول في الليفر الى يوريا، ده مش هيحصل لان الليفر ديزيز، ادي واحده. نمبر 2 ان ذا برين استروسايتس، هذه الامونيا بما انها ما تخلصناش منها في الليفر، ما عرفناش نحولها الى يوريا، هتتحد مع الجلوتاميت. الجلوتاميت على فكره مليان في البرين، ده جلوتاميت ده هو الميجور اكزيتاتري امينو اسيد ان ذا برين، وبالتالي هتكون جلوتامين. يبقى الانزيم اسمه جلوتامين سنسيتيز. نقول تاني، انا عندي امونيا، الامونيا دي المفروض الليفر يحولها الى يوريا لو هو نورمال، معرفش او معرفش كومبليتلي، فراحت الامونيا هتجد في البرين جلوتاميت اللي هو الميجور اكزيتاتري امينو اسيد، هتتحول معاه كانه بفر ليها، وبالتالي هيبقى الجلوتامين سينستيز كون الجلوتامين. يبقى الجلوتامين سينستيز هيكون باتحاد الجلوتاميت مع الامونيا هذا الجلوتامين، يبقى تخلصنا من التوكسيس. ده الميكانيزم. انهباتك انكفالوباسي ده نور ده اللي يحصل. انهباتك انكفالوباسي دي اخر صفحه بقى، ممكن تقولناها تقريبا كلها قبل كده.
النباتك انكلوز في مشكله، مع البروتينز كتير يبقى الامونيا كتير، وحتى لو البروتينز مش كتير او الليفر مش قادر يحولها الى ايه، الى يوريا، يبقى الامونيا كده كده كتير وهتوصل للبرين وانكفالوبس. نمبر 2 الجلوتاميت قل. ما احنا قلنا حصل له ديبليشن في البرين، في الاستروسايتس في البرين، اتحدت الامونيا مع الجلوتاميت. طبعا كلمه جلوتاميت هي جلوتاميك اسيد طبعا، وبالتالي عمل لي جلوتامين عشان يتحاول يتخلص منه. المهم جلوتاميت قل، دي مشكله. ده انا عايز جلوتاميت عشان اعمل كونتينوس امونيا بايند، يبقى دي مشكله جلوتاميت قل. احنا عارفين بقى زي الجلوتاميت، ما هو الميجر اكزيتاتوري امينو اسيد ان ذا برين، الجابا از ذا ميجر انهبيتوري ترانسميتر ان ذا برين. يبقى في علاقه عكسيه، الجلوتاميت قل الجابا بيزيد. وطبعا انت عارفين الفورميشن بينهم بعضهم في الفسيولوجي او البايو بقى، خدتوا الحاجات دي، بيتكونوا في ريليشن بين تكوينهم وبين بعضهم، الجاد جلوتاميك اللي هو دي كاربوكسليز، قصه خدتوها بالتفصيل اكيد في اما البايو او 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 او. المهم ان الجلوتاميد ده الميجر اكزيتاتوري ترانسميتر ان ذا برين، والجابا العكس انهبيتوري. وبالتالي المريض هنا متوقع انه هيبقى مصحصح ولا نايم، ده نايم لانه الميجر اكزيتاتوري ترانسميتر قل اللي هو جلوتاميت قل، من كتر ما الامونيا عملت له بايدنج خلص خلص خلاص ديبليشن، والجابا قلنا زاد، يبقى نايم خالص، وعشان كده بيبقى دراوزي وبينام طول النهار ويصحى بالليل وهكذا. يبقى التشينجز الامونيا بتؤدي الى برين اديما نيوروسايكاتريك مانيفيستيشن، اللي هي اعراض الليفر افكشن. دايما الاعراض الليفر ديزيز بتبقى مينلي نيوروسايكاتريك. طيب في بقى حاجه تانية، المفروض انت وانت فاستك بتطلع الهرمونز كلها عشان تحول الجلايكوجين المخزون الى جلوكوز، يعني جلايكوجينوليسيس. لكن العيان عنده ليفر ديزيز، يا ترى خزن جلايكوجين كويس؟ ما خزنش، يعني مش هيطلع جلوكوز كفايه. بما انه مش هيطلع جلوكوز كفايه لان ما خزنش اصلا جلايكوجين، ما هو الليفر هو المصنع اللي بيخزن الليفر جلايكوجين، والمصنع تعبان، بدل ما يخزن لي كيلو جلايكوجين نص كيلو ربع كيلو، هل يديني جلوكوز كفايه؟ والبرين معتمد تماما على الجلوكوز، لا مش كفايه. وبالتالي يحصل ايه بقى؟ يحصل انه بما ان الجلايكوجينوليسيس مش كفايه، يعني الجلوكوز مش كفايه، هيقوم يتحول الى البروتينز، يكسر البروتينز. يعني ايه كسر البروتين عشان يعمل جلوكوز؟ اسمها بالانجليزي جلوكو نيوجينيسيس. يبقى المصيبه بقت مصيبه تانيه، انه جاب للبروتين بقى، مش البروتين اللي بتاع الاكل هو المصيبه، ده جاب للبروتين بتاع المصل بتاع الجسم وكسره، كسر، مش بقى اكسوجينس بروتين، ده اندوجينس بروتين. وبالتالي هذه الجلوكونيوجينيسيس هتكسر البروتين، يعني تكسر الامينو اسيدز وتحولها على الجلوكوز، بالتالي عشان البرين، وبالتالي الامينو اسيد قلت، دي مصيبة، أنا عايزها تحافظ على الكونتنت بتاعتها من ناتجر. هتتحول إيه الأمينو أسيد إلى أمونيا، فزاد الأمونيا على حساب الاندوجينس بروتينز اللي هو في المصل، اللي هي ساركوبينيا. ساركو يعني مصل، بينيا يعني قلت. يقول لك بقى الراجل اللي عنده ليفر ديزيز عضلاته قلت، خس، ضعف قوي عشان المصل قلت. يبقى دي كلها من اعراض هيباتيك انكيفالوباسي. وبالتالي احنا لسه ما كملناش الساعه، فاضل نص دقيقه وكده هناخد فيها الاربع حاجات بس، دي على فكره تكرار ما هياش جديده. مراجعه بريسيبيتيتنج فاكتور، دي مراجعه تانية. ايه المراجعه التانية في النص دقيقه دي اللي جايه؟ اول حاجه، ايه اصل
الراجل اللي عنده هيباتيك ديزيز ده ليه فجأة جاله هيباتيك انكفالوباسي ومات فجأة مع انه كان متعايش مع المرض؟ هي هذه البريسيبيتيتنج فاكتورز. وعشان كده المحاضرة الجاية ان شاء الله هتكون هي عكس المحاضرة دي تماما، هتعالج لي بقى كل المشاكل اللي جت النهاردة، هو ده علاجها. وبالتالي ايه بقى البريسيبيتيتنج فاكتور؟ فلازم نذاكرها المحاضرة كويس جدا، وإلا مش هنفهم المحاضرة الجاية. أول حاجة جي اي تي انفكشن. انفكشن في جي اي تي يعني انفكشن يعني بكتيريا. ما هي البكتيريا دي اللي عملت لي انفكشن؟ هي دي اللي هتحول بقى البروتينز إلى أمونيا وتعمل المصائب كلها. نمبر 2 قلناها 100 مرة. انكريز داتري بروتينز. قلنا كالفرخة كالوزة كالبطة كاللحمة ضاني مفجوع. أو جي اي تي بليدنج. ما هو اللي عنده ليفر ديزيز عنده احتمال اسوفوجيال فيروسز، وبالتالي جي اي تي بليدنج، ممكن هيماتيمسيس وهكذا. طب ما هو الار بي سيز دي فيها هيموجلوبين يعني فيها بروتينز، يبقى هنتعامل معاها زي اي بروتين تانية، يعني البكتيريا هتروح لها وتعمل لي امونيا. اخر حاجه قلناها برضو المحاضره اللي فاتت هايبوكاليميا. قلنا الهايبوكاليميا دي مهمه، الانتجريتي اوف ليفر سيلز بتعتمد على الميجور انترا سيركاتاين بوتاسيوم. يبقى الهايبوكاليميا كتير جدا يعني ياخد دايريتك فروسمايد او لازك، ما عنده هيباتيك اديما اسايتس وهكذا، فروح داخل في هيباتيك انكفالوباسي. وبالتالي انا عشان اشوف هيباتيك انكفالوباسي مانجمنت لازم بشوف الرباعي ده، بشوف عشان اعالج سببه وعشان اعالجه هو نفسه. وبالتالي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هتعتمد على الرباعي ده اللي هو جي اي تي انفكشن، داتا بروتينز، جي اي تي بليدنج، والهايبوكاليميا. دولت هم اللي علاجهم هو أساس المريض علاجه، لأن ده مريض مش سهل، ده مريض لو ما عالجتوش صح هيموت نهائي كده، ما فيهاش كلام دي. يبقى إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون آخر محاضرات Digestive System إن شاء الله. Thank you.